إن من أجمع الأحاديث النبوية في بيان حق المسلم على المسلم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. فهذا الحديث أصل في بيان حق المسلم على المسلم، وهو حق ينتظم به صلاح الحال بين الناس، وهو ترجمة لما في القلب من المحبة والأخوة الإيمانية.